قولي يا عصام، لا كوليكسيون اللي مشارك بها سي اون كوليكسيون رجاليه. ما كاينه عندنا حتى شي قطعه ديال العيالات. علاش هذا الاختيار؟ فاش بديت واش ما بدات بلوم معروف، واخا تندير لا فام مي معروف بزاف لوم، حتى لوم ياخذ حقه شويه. صح، حيت لوم شويه حنا عاطينو غير اما تراديسيونيل 100% خصو يلبسو نهار العيد، واما والو. On a créé un truc, je dis des vestes tailleurs, des trucs tailleurs. Mais j'ai le choix de dire des vestes qui ont une histoire qui est une salle, une salle de la veste, ou qui ont un le détail, c'est la passe montre. Ni j'ai cette fikra. I will make a fusion entre le marocain et l'occident. So, dire que ça, beaucoup moderne, mais tu as une petite touche qui est raffinée, ou non, mais tu as une autre chose qui est le soir. بارك الله عليك. كاين كتستعمل حتى قطع اللي هي عصريه حتى من الفبركه، كيبقى غير لو ديسان ديالها بحال مثلا لي تيشيرت. واش هاد لي تيشيرت كتاخذهم هكذاك ومن بعد كدير لهم ثاني هكذا دي ديتاي ديالك اولا كتصنعهم؟ بالنسبه للتيشيرت، تيشيرت فروم سكراتش، يعني من اي تو زي، يعني من نهار من الاول في صاله موديل اي تو سا في الصناق تاعنا، حطينا بغينا نخدموا في التام قناوي، لا سيريغرافي درناها سور لو تيشيرت، يعني بلانت عاديه كوم سا باش تخرج لو تخوك. سو سي ان تخوك 100% نو ما سي كادمي هادي. تبارك الله عليك. كلمه على ليفينمون. ليفينمون ام سو هابي باش ندوز مع لي كرون سي تبارك الله، لا زين بيوبي، لا حسين عيد المهدي، لا الناس من سميره المعيدي. يعني سي لا بروميير فوا غادي نتجمعوا كاملين بحال هكا، غادي نكون معاهم انا وغنديفيلي معاهم. So, l'événement, tabarak Allah, عجبني. L'organisation مزيانه. الحسين عيد المهدي تبارك الله، elle est très pro. الحسين عظيم. يا برو برو لا في خدمته لا في كل شيء لا في organisation. So, I'm so happy. I'm موجود البوديوم، باغي نقلت لا كوليكسيون ديالي طلع باش نشوفوها شويه. في الاول كنت دير غير لي موديل ديالي كلهم مودرن، مي حاولت اليوم بدلت دخلت تراديسيونيل حتى هو باش كومسا نعرفوا راه انا تندير تراديسيونيل. وحتى التراديسيونيل ديالنا ما يغيبش من البوديوم. لا لا جميله بزاف. كتكلم اكيد على القطعه ديال القفطان ديال جبادور قفطان اللي هي رائعه جدا، عامله بالمعلم ممتازه. كنتمنى لك التوفيق وشكرا بزاف. ميرسي بوكو، هذا شرف ليا نكون معك في هذه الميسيون ديالك.